قالوها الأحزاب ديال التغول، الأحزاب ديال التغول هي التي صرحت بذلك. من حسن الحظ أن الواقعة كذبها مباشرة بعد تصريحها واجتماعها الأخير. فاش كذبها الواقع؟ قالوا هما أغلبية متغولة متجانسة، عجزت هذه الأغلبية عن تمرير مرسوم قانون جاءت به الحكومة إلى البرلمان، ولم يحدث في تاريخ المغرب، في تاريخ البرلمان في المغرب، أن عجزت شي حكومة عن تمرير مرسوم قانون. كنا لضيق الأجل تجي انتخابات دائما، وزارة الداخلية تأتي بمراسم قوانين، وحتى مني كنا ديك المعارضة الشرسة وقبل التناوب لم نكن نستطيع كمعارضة إلا أن نعبر عن موقفنا، لكن لم نكن نستطيع أن نسقط أو ننهي أي مرسوم قانون على اعتبار أن الحكومات عندها أغلبية. هذه الحكومة التي تتهمنا بالضعف، أي ضعف، أي ضعف أكثر مما عايناه جميعا من أنها عجزت عن تمرير قانون، ورفض برلمانيوها نوابها أن يصوتوا على هذا المرسوم القانون. أكثر من هذا، أكثر من هذا، حتى عندما حاولت في إطار التغول ديالها أن باش ندير العبارة المسؤولة وما نقولش، أن تحل محل البرلمان فيما يتعلق بالتشريع، ومشات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقضايا حوادث الشغل وتغيير شي مواد فيها، أجابتها المحكمة الدستورية أن هذا مجال للقانون. فعن أي قوة تتحدث هذه الحكومة وهي ليس لها من الكفاءة التشريعية حتى ما يسعفها في تدبير أغلبيتها وتمرير قراراتها في السياسة؟ ما أن يأتي في وقته، إذا جاء بحال الفلاحة، إلا جاء قبل وقته غادي يكون منشاي وما غاديش يعطي الاثار ديالو، وإلا جاء من بعد وقته تيكون خماج. فيما تتحدث عنه بالغاز الروسي، من هو الحزب والفريق الذي اثار هذه القضية؟ من هو هذا الحزب؟ الفريق الاشتراكي والاتحاد. وتذكرون انه اصبح حدثا ماشي غير وطنيا، دوليا، تحدثت عن فضائيات وقنوات والجميع تحدث عن هذا الموضوع. طيب واش القرار؟ هو الرقابة على الحكومة وطرح السؤال؟ أنا أعرف أن قوتي لا تسمح لي بأن أطرح لجنة تقصي الحقائق، ولذلك سيكون من قبيل اللغو فقط أن أطرح شيئا لا أستطيع ولا أقدر أن أعبئ له. الاتحاد الاشتراكي عندما قرر تأسيس لجنة تقصي الحقائق في فترات سياسية معينة كان يهيئ لها طبقا للقانون على الأقل تمريرها من أجل عرضها في الجلسة العامة. هذا اختيار نحن لا حق لنا في أن نلوم أصحابه، لكن كذلك لا تطلب منا أن نزكي اختيارات لسنا مقتنعين بها. فيما يتعلق بسؤالك الأول، ها أنت ترى الاتحاد الاشتراكي أكد على أنه من الصعب التنسيق مع العدالة والتنمية. مع كامل الأسف اختار رفاقنا أو إخواننا في المعارضة اختاروا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رغم أنه الحزب الأول في المعارضة ولديه فريق في مجلس النواب وفريق في مجلس المستشارين. قلنا فليعينهم الله على اختيارهم هذا وتركنا. اليوم واش الأمر
يتعلق بمعارضة حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، أم يتعلق بتنسيقية المعارضة لفئة العدالة والتنمية؟ احنا أمام هذا الغموض، اخترنا بكل وضوح أن نسمي معارضتنا بتسميتها المعارضة الاتحادية. فيما يتعلق بالحكومة واش غنكون، بالله عليكم انتم رجال الإعلام ونساء الإعلام، المواطن الواعي المسؤول يعرف من يؤسس الحكومات في هذا الوطن من عهد محمد الخامس رحمة الله عليه، ومن يقيل الوزراء، ومن يعينهم، ومن يعين رئيسهم. لذلك فلا أجد وجد نفسي مؤهلا للجواب على سؤالك. نلتقي اليوم في هذا الإقليم.